حضور رسمي وشعبي حاشد واحتفالا بعياد الميلاد المجيدة، انطلقت أنشطة احتفالية ليالي مباركة، والتي تقيمها كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس بحي المحطة في مدينة حمص. الاحتفالية تضمنت إنارة شجرة الميلاد وعرض للكشافة وحفل لفرقة موزايك. متأملين كثير بهالمناسبة المباركة هاي، نطلع من الأجواء اللي هي يمكن شوي صعبة وفيها يمكن غصة عند الناس. هاي الغصة لما نكسر هالشغلة هاي بنكون عم نخلق عند الناس أمل للمستقبل. هذا الأمل هو هلأ بهالأيام المباركة، بنقول إن شاء الله بيعم علينا جميعا، بيكون عنا فرح وسلام. كل عام وانتم بخير لسوريا ولكل حمص، وإن شاء الله من هون لأيام أحسن، كل سنة مع سنة يا رب. أنا جاي من ألمانيا جديد أنا وعائلتي، بقول إنه إن شاء الله كل شيء يكون أحسن. نتمنى إنه نرجع نجيب الميلاد القادمة، وميري كريسمس. نعاد عليكم ألف خير يا رب، وإن شاء الله يكون ميلاد مجيد لكل سوريا، ونعاد على السيد الرئيس بشار الأسد بكل خير، وإن شاء الله يكون ولادي للشعب السوري يا رب. نعاد عليكم جميعا وعلى سوريا، إن شاء الله الأعياد المجيدة دائما يا رب، والعام وأنتم بألف خير. نعاد على الجميع بألف خير يا رب. نعاد على سوريا بألف خير، وعيد ميلاد مجيد على الجميع يا رب، إن شاء الله بتنعاد على الكل بألف خير. كل عام وأنتم بخير لسوريا، والله يحفظ علينا سوريا بلد الأمان والسلام. حي الميلاد هو ولادي جديدة، وإن شاء الله سوريا تولد من جديد، ودائما أكيد سوريا راح تكون هي مولود جديد بحياة جديدة بأمل جديد بفرح جديد، رغم الصعوبات رغم الحصار رغم الضغط نحن عايشين. الاحتفالية الميلادية تستمر طوال الشهر الحالي، وتتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة من معارض ميلادية وحفلات للأطفال، تهدف إلى إدخال الفرح إلى قلوب الناس في عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص.